الجديد للأسواق العالمية والمالية يأتيكم من تداول. نبدأ بأسعار اليورو، حيث نرى أن اليورو يتداول في طريقة عرضية من بعد أن كان قد ارتفع قليلا أمس ليصل عند مستوى 1.11 سنتا. المتوسط المتحرك يضغط بعض الشيء بطريقة سلبية على أسعار اليورو، ونتوقع أن يصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 38.2%، أي قد يصل إلى مستوى 1.10 سنتات لليورو. وهنا مؤشر ستوكاستيك لا يعطينا إشارات إيجابية حاليا على السعر، ولا يزال تداولات دون الاتجاه الصاعد الذي يظهر في الرسم البياني. وهنا نشير إلى بعض البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو والذي ظهرت ضعف، وكانت في مؤشر مبيعات مؤشر القطاع الصناعي ومؤشر قطاع الخدمات، حيث كان المؤشران في انخفاض على عكس التوقعات، وهذا ما ضغط سلبا على أسعار اليورو. وكذلك هنا أذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد اجتمع وقرر أن يبقي على سياسة أسعار الفائدة دون مستوى الصفر، وكذلك الفائدة على الودائع عند دون مستوى 0.4%. وكان هناك النشرة الاقتصادية في منطقة اليورو أمس والتي أشارت إلى حديث ماريو دراغي الذي قال أنه سيستمر في السياسة النقدية بالتيسير الكمي، والتي هي 60 مليون يورو شهريا تضخ في السوق والاقتصاد، وهو مستمر في هذه السياسة حتى نهاية هذا العام وقد تمتد إلى العام المقبل. وما ضغط إيجابيا على أسعار اليورو قليلا هي مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة، والتي جاءت دون تغيير عن الأسبوع الأسبق عند 0.7%، ولكنها جاءت أحسن من التوقعات. في الانتقال إلى الباوند، أشير هنا إلى أن الباوند لا يزال يتداول عند مستويات ضعيفة، لكنه حاول أن يتحسن في التداولات أمس، ومتوسط المتحرك حاليا يدعمه في الارتفاع. مؤشر ستوكاستيك يعطينا إشارات إيجابية، كما نرى أنه يصل إلى مستويات التشبع في الشراء، وهو يضغط بطريقة إيجابية على السعر، لكن نتوقع في التداولات القليلة القادمة أن يعكس اتجاهه في الهبوط ويضغط سلبا على السعر. هي المستثمرين ينتظرون يترقبون ما سيؤول عنه حديث كريستين فوربس، وهي عضو في اللجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني في لندن، ونتوقع أن تشير، والمستثمرين ينتظرون أن تشير عن أسعار الفائدة، ما إذا كانت سترتفع خلال العام أم لا. أما الذهب، فنرى أن الذهب حاليا يتداول عند مستوى 1253 دولار للأونصة، وهو في تحسن قليل عن ثالث جلسة تحسن للذهب، ويأتي هذا بعد ما استقرت تداولات الدولار أمس من جراء إعلان بعض البيانات الاقتصادية التي جاءت مستقرة إلى سلبية بعض الشيء. هنا أشير إلى مؤشر طلبات إعانة البطالة، حيث أن التوقعات كانت عند مستوى 240، وجاءت الطلبات 241 ألف طلب، وطبعا القراءة السابقة للأسبوع الأسبق كانت عند 238 ألف طلب. وهذا المؤشر طبعا يعطي ما إذا كان سوق العمالة في تحسن أم لا. هنا يمكننا أن نقول أن سوق العمالة لا يزال مستقر، حيث أن التوقعات كانت 240 لكن الطلبات جاءت 241. هي كلما زادت كلما تعني أن السوق في حالة أن هناك عدد من الطلبات أكثر على التأمين للبطالة، ولكنها مستقرة نوعا ما. والسوق اليوم مترقب بشهادة عضو لجنة الفيدرالي جيروم باول في واشنطن اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي، وما إذا كانت السوق تترقب ارتفاع متزايد لأسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة. أما أسعار الـ WTI، نرى أن النفط حالياً لا يزال يتداول عند مستويات متدنية 42.80 دولار للبرميل، وهناك نحن في التحليل التقني نرى أن الترند الهابط في الرسم البياني لا يزال قائم منذ مطلع شهر ماي تقريبا، والسعر في انخفاض من 52 دولار وصل إلى 42 دولار، والمتوسط المتحرك حاليا يضغط سلبا، مؤشر ستوكاستيك يضغط سلبا. وهنا أشير إلى أن ما كان هناك بعض تداولات عرضية إلى جيدة بعض الشيء أمس في النفط،
ويعود تحسن أسعار النفط الطفيفة لأداء المستثمرين الذين اكتفوا من هبوط الأسعار وتوجهوا إلى الشراء، وذلك لجني الأرباح طبعا. لكن حاليا ننتظر عدد المصافي من النفط في الولايات المتحدة، والرقم سوف يظهر اليوم، ونحن وهذا طبعا سيعطي إشارة ما إذا كان هناك تنقيب مستمر على النفط الصخري، حيث أنها في تزايد ووصلت إلى مستويات قياسية، وهذا ما يرفع الإنتاج من النفط، وهذا ما يضغط سلبا على الأسعار. أما في الأجندة الاقتصادية، نحن نترقب اليوم مديري المشتريات في المنطقة الأوروبية، ونترقب كذلك مديري المشتريات في المنطقة الأمريكية، وطبعا ننتظر بيان من بيكر هيوز عن تنقيب الحفارات، عن عدد الحفارات للتنقيب على النفط الصخري، وكذلك حديث باول في السوق المفتوحة الفيدرالية في الولايات المتحدة، والذي قد يعطي إشارات عن مستقبل أسعار الفائدة، وقد يدعم الدولار بطريقة غير مباشرة ويعطي بعض إشارات سلبية على أسعار الذهب. للمزيد أدعوكم لزيارة موقع تداول، حيث آخر البيانات الاقتصادية وآخر التقارير التحليلية والفنية. شكرا للمتابعة.